حبايبي الحلوين اللي في مرحلة أولى وتانية ابتدائي، أهلا بيكم مع مسابقة الكتاب المقدس والمحفوظات لمهرجان الكرازة المرقسية 2020 كنيستي روح وحياة، مع المستوى الأول بانوراما مرحلة الآباء، وفيها هنتعرف على قصة جميلة لأبونا إبراهيم. يلا بينا نشوف القصة بتقول إيه. ربنا قال لإبراهيم: أخرج من أرضك وروح للأرض اللي هوريها لك، وهي أرض كنعان، ووعدوا أنه هيكون أمة عظيمة وأن ربنا هيباركه. ففعلا خرج إبراهيم وأخد معاه سراي مراته ولوط ابن أخوه وكل ما يمتلك. فكان إبراهيم مطيع جدا لكلام ربنا وهو فرحان. وبقى عند إبراهيم ولوط ثروة كبيرة من الأغنام والأبكار، لدرجة ان المراعي كانت مليانة ومش مكفية. وقتها حصلت خناقة بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط بسبب ضيق الأراضي عليهم، لكن إبراهيم فضل انه يعيش في سلام وقال للوط: لا تكن بيننا مخاصمة أمام كل الأرض، فاختار منها ما يعجبك وأنا سأذهب في الناحية الأخرى. يعني ايه؟ قال له: احنا مش هنتخانق مع بعض قدامك كل الارض، اختار منها اللي يعجبك وانا هروح الناحية التانية. وفعلا اختار لوط الارض الموجودة حوالين نهر الاردن، ونقل خيامه لمدينة اسمها سدوم، لكن إبراهيم سكن في ارض كنعان. ولان إبراهيم ترك الاختيار في ايد ربنا، ربنا وعده انه هيديه كل الارض اللي حواليه. ولما إبراهيم كان عنده 99 سنة، ظهر له ربنا ووعده ان نسله هيكون كتير جدا، وانه هيديله الارض اللي وعده بيها من زمان وهي ارض كنعان، وغير اسمه من إبراهيم الى إبراهيم، وكمان غير اسم مراته من سراي الى سارة. بعدها في يوم من الايام وهو قاعد على باب الخيمة، زاروا ثلاث رجالة، وهم كانوا ربنا ومعاه ملكين، لكن هو ما كانش يعرف انهم ربنا ومعاه الملكين. لكن وقتها ربنا عرفه بانه هو وسارة هيكون ليهم ابن بعد سنة، وفعلا حقق ربنا وعده واتولد اسحاق. وابراهيم وقتها كان عنده 100 سنة، وسارة كان عمرها 90 سنة. وفي يوم ربنا امتحن إبراهيم امتحان إيمان صعب جدا، طلب منه يقدم ابنه إسحاق ذبيحة ليه. فأطاع إبراهيم ربنا لأنه كان واثق أن ربنا قادر يقوم إسحاق من الموت ويرجعه له تاني. وفعلا ربنا خلى إبراهيم يلاقي خروف ويقدمه ذبيحة بدل ابن إسحاق. ومرت الأيام وكبر إسحاق واتجوز من واحدة اسمها رفقة، وكانت رفقة عاقر. يعني ايه عاقر؟ يعني مش بتخلف. فصلى إسحاق واستجاب الرب لصلاته وولدت رفقة ولدين توأم، هو عيسو اللي هو البكر ويعقوب أخوه. يعني عيسو هو الأكبر من أخوه يعقوب. وكبر عيسو يعقوب واشتغل عيسو صياد حيوانات وطيور، وكان يعقوب وديعا يسكن الخيام. وفي يوم رجع عيسو من الصيد وكان جعان جدا، وقتها كان يعقوب محضر أكلة عدس جميلة، فباع عيسو بكريته اللي هي بركة الابن الأكبر، عشان هو البكر فهو ياخد بركة الابن الأكبر. فباع البكورية بتاعته لأخوه يعقوب بأكلة عدس. ولما كان إسحاق عاوز يبارك ابنه عيسو، دخل يعقوب لأبوه إسحاق بدل عيسو، وأخد يعقوب البركة بداله عن طريق حيلة دبرتها له رفقة أمه. ومن وقتها بقي عيسو بيطارد أخوه يعقوب بسبب إن أخد البركة بداله. وهرب يعقوب عند خاله لبان،
وهناك اتجوز من ليئة ورحيل وهم بنات خاله، واتجوز كمان من الجاريتين بلهة وزلفة، ودول خدمتين عند رحيل وليئة، وخلف من رحيل وليئة وزلفة وبلهة أسباط بني إسرائيل الاتناشر، وبنت اسمها دينا. وبعد ما ولدت رحيل ابنها يوسف، طلب يعقوب من خاله لبان انه يرجع لأرضه، وفعلا رجع يعقوب وأولاده كل ما يملك لأرض كنعان وعاشوا هناك. ويعقوب كان بيحب أولاد رحيل جدا، وهم يوسف وبنيامين أكتر من باقي أولاده، وبسبب حبه ليوسف اداله قميص ملون بسبب محبة يعقوب ليوسف ابنه. وبسبب أحلام يوسف حسد اخواته ورموه في البير، وبعدها باعوه لناس كانوا مسافرين لمصر، وقالوا ليعقوب أبوهم إن يوسف مات. فزعل يعقوب جدا على ابن يوسف لأنه كان بيحبه قوي قوي. ولما نزل يوسف لمصر اتعرض لحاجات كتير تضايقه، لكن ربنا كان دايما معاه وبينجيه، وبارك ربنا في يوسف وبقي الرجل التاني بعد فرعون. ولما حضر اخواته لمصر عشان يشتروا القمح، ما عمل لهمش حاجة وحشة، ولكن طلب منهم انهم يجيبوا يعقوب ابوه وكل اهل بيته وممتلكاتهم ويجوا لمصر. وفعلا حضروا وسكنوا في ارض جاسان في مصر، وملكوا اراضي وبيوت، وزاد عددهم جدا. وبكده تكون خلصت مرحلة الاباء اللي هي ابراهيم واسحاق ويعقوب. شكرا ليكم يا اصحابي، وبكده نكون خلصنا المستوى الاول، وكل سنة وانتم طيبين.